يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبداية حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي، وبإذن الرحمن تستمتعوا معنا حضراتكم لما تتابعوا حلقتنا النهاردة حتى النهاية. النهاردة الوضع مختلف حبتين يا حضرات، هكون موجود مع حضراتكم في الجزء الأول من حلقتنا الفقرة الخبرية، وده معناه ان احنا بطبيعه الحال اكيد هنتكلم بقى من خلالها عن كل الاخبار وكل المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي، بفرقه المختلفه، بنشاطاته المختلفه، بفروعه المختلفه. هنتكلم معاكم اكيد عن ابرز واهم العناوين في الصحافه الرياضيه محليا واقليميا وعالميا، هنعرف درجات الحراره وحاله الطقس، هنتكلم في حاجات كتير جدا جدا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان شاء الله الزميله العزيزه نهاوند هتدير مع حضراتكم بقى يعني ايه حلقه او يعني فقره تحليليه مطوله عن مباراه السوبر مع ضيوفنا اللي هيكونوا منورنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقه النهارده، كابتن احمد فوزي حارس النادي الاهلي السابق، وكمان كابتن عبد الناصر محمد لاعب ومدرب طلائع الجيش السابق، وهيكون بقى عندهم كلام يعني ايه باستفاضه بقى عن كل التفاصيل المتعلقه بمباراه الغد ان شاء الله، وبشكل عام عن الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، الرؤيه، التوقعات، المستجدات اللي طرقت على النادي الاهلي، مساله التعاقدات الجديده، اللعيبه اللي رجعت النادي الاهلي مره ثانيه بعد فتره الاعاره، وانعكاسات كل هذه الامور على اداء وشكل النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله هيكون عامل ازاي باذن الله. تستمتعوا مع نهاوند وهذه الفقره. طيب تعالوا بقى في البدايه نتكلم عن خبر مهم جدا وطال انتظاره جدا، وهو تشكيل رابطة أندية محترفة لإدارة مسابقة الدوري العام بدءا من الموسم القادم إن شاء الله. طبعا دي خطوة جيدة قوي يعني لتطوير الكرة المصرية، وكمان عشان فكرة الاستفادة من العقليات الشابة وخبرات أشخاص كتير برضو عندهم أو ليهم باع كبير في الإدارة الرياضية. طبعا بنتمنى أن كل الناس تساعدهم في التطوير وأن هم يقدروا يعني يضعوا نظام ثابت وتطبيق اللوائح على الجميع، ونشوف شكل مختلف لكرة القدم في مصر، مسابقات منتظمة، لعيبة على أعلى مستوى، عودة الإيجابيات كلها اللي كلنا كنا متعودين نشوفها يعني في المنتخب المصري الفترة الماضية إن شاء الله ترجع مرة تانية نشوفها، ويعني تنعكس بالإيجاب على أداء المنتخب وعلى معسكراته وعلى مبارياته طوال الفترة القادمة إن شاء الله. نروح بقى لأسماء أعضاء رابطة الأندية اللي تم تزكيتهم بعد انسحاب سيادة اللواء محمد عبد السلام ممثل نادي المقاصة وكابتن محمد فضل، وهم عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب. وطبعا برضو جدير بذكر ان قرر اتحاد الكره ترشيح كل من اللواء صفي الدين محمود بسيوني وايضا اللواء ثروت سويلم لعضويه المكتب التنفيذي لهذه الرابطه. سيتم الاجتماع في اقرب وقت ان شاء الله لتشكيل هيئه مكتب الرابطه، واكيد كلنا بنتمنى التوفيق للجميع ومستنيين منهم كتير قوي فيما يتعلق بتطوير منظومه كره القدم المصريه في اسرع وقت ممكن، وخصوصا ان احنا بقالنا فتره فرهدنا من كتر الكلام على شويه تفاصيل مش المفروض ان هي تكون موجوده، مش صح ان هي تكون حاصله من الاساس. وبعدين كره القدم المصريه بتاريخها الطويل العريض، احنا بنتكلم على يعني كره القدم المصريه هي نجمه كره القدم الافريقيه، والكلام ده مش جديد، ده من زمان. ففي بعض الاحيان بنشوف يعني شويه مشاهدات مش منطقي حتى ان هي تكون موجوده، بنتمنى ان هذا الوضع يتغير بقى ان شاء الله الفتره القادمه. نروح بقى لأخبار النادي الأهلي اللي طبعا بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري بكرة إن شاء الله يوم الثلاث، واللي هتقام هذه المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية. الأهلي كان أقام معسكر مغلق بالإسكندرية ليستعد من خلاله لمباراتي طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري وإمبي في الدور 16 لكأس مصر يوم 25 من سبتمبر الجاري. الأهلي كان خاض مباراتين وديتين أمام بتروجيت والمقاولين العرب قبل ما يدخل في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية. النهاردة إن شاء الله زي ما قلت لكم في مقدمة حلقتنا هيكون لنا كلام كتير قوي مع ضيوفنا عن مباراة السوبر. خبر رائع عن بنت الأهلي هنا جودة اللي مشرفانا ومفرحانا ومسيطانا في كل المحافل الدولية، توجت مؤخرا بذهبية بطولة لشبونة الدولية لتنس الطاولة تحت سن 15 سنة، واللي بتقام طبعا في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 22 من سبتمبر. هنا فازت على اللاعبة الروسية زلاتا تريكوفا في النهائي بنتيجة 3 أشواط نظيفة. وفي نفس السياق كانت هنا جودة توجت ببرونزية منافسات تحت 19 سنة بعد الخسارة بنتيجة 3-2 في نصف النهائي. والحقيقة يعني بشكل عام أداء هنا في البطولة كان مشرف جدا جدا جدا، قدرت تتأهل لنهائي منافسات 15 سنة بعد الفوز على منافستها الفرنسية بنتيجة 3 أشواط نظيفة لتتأهل للمربع الذهبي.
وبرضه كانت هنا ابتدت مشوارها في البطولة من دور المجموعات، حيث تصدرت المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزها على منافستها البرتغالية والإسبانية. يعني مشوار مشرف جدا 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 في البطولة لهنا جودة، بنتمنى لها كل التوفيق بجد، من الأمور اللي دايما بتسعدنا وخصوصا في الفترة الأخيرة. نروح بقى لحدث مهم جدا، وهو افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمختلف أنواعها. هيبتدي من تقاطع محور شينزو أبي مع محور الشهيد خلف، محور الشهيد عفوا، الكلام ده في ظهر المنطقة الاستثمارية الحرة، حتى تقاطع المحور مع كوبري مصطفى النحاس. المسافة قد إيه؟ طولها الإجمالي 6 كيلو متر. اللي بيحصل ده بيحصل طبقا لرؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري. طبعا حدث مهم جدا بشكل عام وبصفة خاصة لكل الناس اللي هم هواة ركوب الدراجات، اللي بيتكلموا كتير على ان هم نفسهم نكون زينا زي كتير من دول العالم، امريكا وكندا واستراليا واوروبا، يبقى عندنا مسارات مؤمنه يعني محبي هذه الرياضه، لان دي حاجه برضو من ضمن المظاهر اللي بتبين الى اي درجه هذه الدوله يعني دوله عصريه بالمعنى الحرفي. بنتمنى طبعا ان هذا الامر يكون موجود في كل مكان في مصر، وتعالوا نتعرف على تفاصيل اكتر ونشوف هذا التقرير عن فعاليات هذا الافتتاح، ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. تعاوناً مع معالي المحافظ وفترة وجيزة جداً تم تخصيص هذا المكان، وبالتالي النهاردة بندشن هذا المكان بمساحة 8 كيلو كبداية في منطقة شرق القاهرة، عشان نعلن وبتوجيهات حضرة الرئيس أن هذا الطريق من 6 صباحاً إلى 11 كل يوم جمعة هيكون يعني مخصص فقط للدراجات. التوجيه أن يكون فيه مسارات مؤمنة لكل المحافظات. أكيد المدن الجديدة كلها بقى فيه مسارات موجودة جديدة، ومع كل طريق بينمى بيكون فيه مسارات، فدي بداية قوية جدا أن يكون بهذا الطريق بهذه المساحة 8 كيلو وفقط للدراجات، فده يعني بنعلن عنه لكل الأسر والشباب المصريين أن هم ييجوا الطريق اللي سيادة المحافظ بيعيد توصيفه دلوقتي عشان يجوا الفترة الصباحية لممارسة العجل بطريقة آمنة. يعني احنا هنا دلوقتي في طريق اسمه شانز أبي أو طريق الأمل اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمله، ده طريق خاص بالدراجات، وده بيشجع الشباب ان احنا نبقى لنا طريق خاص، اولا بعيد عن العربيات، اولا بعيد عن اي مخاطر، ودي حاجه جميله جدا جدا في جمهوريتنا الجديده. طريق شنز ابي ده بيربط يعتبر بيربط الجنوب بالشرق كمان، يعني من هنا توصلي سيادتك على طريق السويس على طول، وده حاجه جميله جدا جدا. طبعا هنا افتتاح مسار اول مسار رسمي للدراجات، ودي حاجه جميله جدا، لان احنا مثلا عندنا في القشم ما عندناش حاجه زي كده، وفي اي حته تانية دي يعني يعتبر احتفال لافتتاح المسار. انا عضو في مركز شباب نور المقطم، واعلنهم ان الناس تشترك، فقدمت واشتركت عشان اعيد النشاط بتاع زمان. حبيت اشارك عشان انا من الشخصيه اللي بحب العجل والدراجات والرياضه عامه، عشان هي بتساعد الجسم، وبرده بتحاول تبعد عن التكنولوجيا والكده، وتبدا تحرك جسمك وتساعد جسمك على الرياضه، وفي نفس الوقت يعني ان شاء الله الرئيس الحمد لله يعني ان هو عمل لنا طريق عشان يشجع الناس حتى ان هم يبداوا يركبوا عجل، والطريق بقى فاضي ولينا حته لوحدنا ان احنا نمشي فيها. حبيت اشارك في مسار الدراجات الجديد ده عشان هو بيقلل من الحوادث، و يعني ان عربيه تخبط حد وكده، وبيساعد على الرياضه اكتر، وبيحبب الناس في العجل برضه وكده. يعني انا جايه تبع مركز شباب الهيك ستيب، ودي الصراحه اول مره اجي هنا، بس الصراحه مبسوطه من الحوار ده. يعني بيبقى تسجيل تبع الوزاره بس، واحنا يعني بنحب نشارك في الحاجات دي، وكل ما هتتعمل هنشارك فيها. ازاى
زي ما حضراتكم تابعتوا معانا احدى المشاركات قالت جمله لطيفه جدا بتقول انا مبسوطه من الحوار ده. هو الحقيقه كلمه حق لازم تتقال. الحوار ده يبسط اي حد في الدنيا. وعلى فكره احنا من زمان في ناس كتير حابه ان هي تمارس النوع ده تحديدا من الرياضه، يعني فكره ركوب الدراجات بمختلف انواعها. ولكن كالعاده عندنا مشكله كبيره وفي صعوبه ويمكن يكون في خطوره كمان في بعض الاحيان. يعني انا راجل غاوي مثلا ركوب الدراجات، مش هعرف امارس الرياضه او الهوايه دي كما ينبغي وباريحيه وبامان وانا ماشي في شوارع. ممكن جدا وانا سايق العجله بتاعتي الاقي مثلا في اتوبيس بيحك فيا، عربيه ميكروباص واخداني انا بالعجله بتاعتي على الكبوت بتاعها. ان الحاجات دي بتخوف ناس كتير، بتخليهم يفكروا بدل المره مليون قبل ما ياخدوا هذه الخطوه. ولكن فكره وجود مسارات مؤمنه بعيده كل البعد عن السيارات وعن الحافلات او المركبات اللي عاده بتكون موجوده في الطرق، دي حاجه في منتهى الاهميه. ومفيش شك ان هي هتنعكس بالايجاب على نسبه الناس اللي هيبتدوا كمان بقى يمارسوا هذه الرياضه في الفترات القادمه ان شاء الله. اللي من حضراتكم بيسافر بره يعني باستمرار اكيد عارف كويس قوي وشاف ده بنفسه حتى في الطرق الرئيسيه في الشوارع في اي دوله في العالم. بتلاقوا ان في زي لين كده او يعني مكان مخصص للدرجات ومفيش دار يعني حد يستجري انه يدخل في المنطقه دي بالتحديد غير لو كان يعني راكب دراجه. لكن حد سايق عربيه ويدخل في الحته دي يتلسع 100 مخالفه ويدفع كتير جدا غرامات فوريه تخليه يعني يفكر بدل المره مليون قبل ما يعمل خطوه زي كده. طبعا دي حاجه مهمه جدا وان شاء الله تكون خطوه ايجابيه في الفتره القادمه. تعالوا بقى نروح لبطولة العالم للخماسي الحديث المقامة في مصر بمدينة الإسكندرية تحديدا. وكالعادة مصر الحقيقة الفترة الأخيرة عاملة شغل أكثر من ممتاز فيما يتعلق بمسألة استضافة بطولات وفعاليات بطولات عالمية على أرض مصر. بالمناسبة البطولة دي كان ختامها بالأمس، منتخب مصر توج بفضية الفرق في نهائي الرجال تحت سن 19 سنة. نجحت مصر بفريق مكون من معتز محمد ومازن شعبان وسيف البنداري في التتويج بالميدالية الفضية للفرق بعد تحقيق مجموع نقاط 3402 نقطة، بينما احتل الفريق الروسي المركز الأول برصيد نقاط 3446 نقطة، وحصد المنتخب الفرنسي المركز الثالث برصيد نقاط 3384 نقطة. في منافسات الفردي توج معتز محمد بالميدالية البرونزية بعد تحقيق مجموع نقاط 1170 نقطة، بينما حصل على الميدالية الذهبية لاعب منتخب روسيا برصيد 1190 نقطة، وتوج لاعب منتخب فرنسا بالميدالية الفضية برصيد نقاط 1179 نقطة. جاء مازن شعبان لاعب المنتخب الوطني في المركز التاسع برصيد 1130 نقطة، وسيف البنداري في المركز التاسع عشر برصيد 1102 نقطة، بينما جاء مصطفى محمد في المركز ال 34 برصيد نقاط وصل ل 1025 نقطة. حاجة برضو محترمة جدا ومشرفة. وتاني وتالت ورابع مصر عندها قدرة، خلاص بقت واضحة. احنا كنا الأول في مرحلة كده كنا بنطق حنك في النوع ده من المواضيع، لكن دلوقتي خلاص الموضوع بقى على أرض الواقع. احنا بقالنا فترة مش قليلة بنشوف العالم كله هو يعني في بعض الأحيان كمان مندهش من حسن التنظيم المصري لفعاليات الكثير من بطولات العالم في الرياضات المختلفة. تعالوا بقى نروح لأحداث مباراة يعني يونايتد وويست هام اللي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. هذه المباراة شهدت أحداث درامية من الصنف اللي عادة بيجي في الجزء الأخير من اللقاء، يعني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الوقت الضايع من الشوط الثاني حينما كانت تشير النتيجة لتفوق مانشستر يونايتد. لكن اللي حصل أنه تمكن ديفيد ديخيا من التصدي لركلة الجزاء بنجاح، يعني كان ممكن الموضوع يخلص تعادل لكن لا ما خلصش تعادل. الكلام ده كله بقى واللقطة دي خلت كريستيانو رونالدو يكتب جملة على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويقول أن كل مباراة في الدوري الإنجليزي هي معركة مذهلة على الثلاث نقاط، علينا أن نجعل أذهاننا مركزة على أهدافنا. وكده بعد فوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف أصبح رصيده 15 نقطة، وبكده بيكون هو متصدر جدول ترتيب البريمير ليج. طب أنا بقول ندي حضراتكم فرصة كده لالتقاط يعني الأنفاس، هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة ثانية نكمل كلامنا. اتفضل. يا أهلا بكل حضراتكم، رجعنا لكم مرة ثانية عشان نكمل كلامنا في سلسلة أخبارنا وموضوعاتنا المختلفة في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أنتم بتتابعونا يوميا وعارفين إن إحنا مفيش حلقة بتخلو من
يعني الاستفسار عن المستجدات واخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه ونشاطاته المختلفه في فروعه المختلفه، وده اللي هنعمله دلوقتي حالا مع كل حضراتكم مع زميلتنا العزيزه هانا ابو القاسم اللي منوره الدنيا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي فرقه الرياضية المختلفة وكمان الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. خلوني قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي أهنئ اللاعبة هانا جودة، يعني الحقيقة فتاة الذهب أو زي ما أطلق عليها الجماهير اللاعبة المعجزة طبعا بعد تتويجها ببطولة البرتغال الدولية واكتسحها لبطلة روسيا 3-0. يعني الحقيقة أداء مشرف جدا ونموذج مشرف للاعبة المصرية، وطبعا كل العالم بيتنبأ لها بمستقبل مشرق، طبعا بنتمنى لها كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري. يعني خلاص مباراة غدا هتكون طبعا أمام فريق طلائع الجيش في تمام السابعة مساء في الأسكندرية، بنتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا. خلوني أقول لكم إن جميع الأعضاء طبعا تحدثوا على المباراة في حالة من الترقب والتشوق لمباراة غدا، يعني مباراة بطولة كمان بعد فترة توقف طويلة. الجميع منتظر المباراة، منتظر انه يشاهد الصفقات الجديدة، وكمان يطمئن على فريق النادي الاهلي قبل الموسم الجديد. طبعا بتمنى تاني لكل رجال فريق النادي الاهلي كل التوفيق في مباراة غدا، وان شاء الله السوبر المصري لعام 2021 هيكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى، ونبدأ بلعبة كرة السلة. طبعا رجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم، هيكون عندهم سامي فاينل يوم الأربع القادم أمام فريق مصر للتأمين أو طلائع الجيش. الفائز في الفريقين هيواجه الأهلي يوم الأربع القادم، إن شاء الله يقدروا يتخطوا عقبة الفريق ويتأهلوا للنهائي اللي هيقام يوم 25 أو يوم السبت القادم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني كمان أقول لكم إنه كابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي كان أعلن أمس عن صفقتين في النادي الأهلي. الصفقة الأولى طبعا مع اللاعب الأمريكي مايكل فكوادي، تعاقد مع النادي الأهلي هو بيلعب مركز رابع، ويمكن كمان اللاعب مايكل تم التعاقد معاه عشان يدعم صفوف الفريق في بطولة الأندية العربية اللي هتقام يوم 29/9. وطبعا رجال كرة السلة عندهم هدف واحد هو الحصول على هذه البطولة طبعا وإمتاع الجماهير زي ما عودونا دايما. كمان أمس تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب عمر عزب لمدة 4 مواسم، اللاعب قادم من صفوف سموحة وطبعا بيلعب مركز بلاي ميكر أو مركز أول، بنتمنى له طبعا كل التوفيق. بجانب الصفقات اللي كان تم الإعلان عنها سابقا سواء اللاعب مروان سرحان أو المحترف الأمريكي مايكل تومسون، إن شاء الله يعملوا موسم استثنائي مع النادي الأهلي. كمان شباب السلة 14 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق القاهرة بنتيجة 86-11 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. الحقيقة المباراة شهدت أداء كبير جدا من شباب كرة السلة، كانوا مستحوذين طوال المباراة بادئين الموسم بشكل قوي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان منتخب مصر للسيدات النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا أمام السنغال في البطولة الإفريقية اللي بتقام في الكاميرون. الحقيقة أن الفريق كمان كان عنده مباراة أمس أمام غينيا وشهد تألق كبير جدا من سداسي النادي الأهلي المشارك مع المنتخب سواء نادين السلعاوي، ثريا محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ندى نافع أو نور طلعت. ويمكن كان التميز على رأسهم للعيبة نادين السلعاوي اللي قدرت تحقق 22 بوينت. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبينا وكمان أيضا لمنتخب مصر، وإن شاء الله النهاردة يقدروا يفوزوا على منتخب السنغال. ده فيما يخص أخبار كرة السلة. خلونا كمان ننقل لكم أخبار كرة اليد. سيدات كرة اليد بيواصلوا استعدادهم للموسم الجديد اللي يمكن بدأ بالفعل وواجهوا فريق حلوان وقدروا يكسبوا بنتيجة 48-4. كان طبعا في سيطرة كبيرة جدا من سيدات كرة اليد طوال المباراة، ويمكن لما اتكلمنا مع سيدات كرة اليد وأيضا كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق قالوا لنا ان هم عندهم هدف واحد بس وهو تحقيق موسم استثنائي زي الموسم اللي فات والتتويج بجميع البطولات. طبعا احنا كنا متابعين اخبارهم الحقيقة خطوة بخطوة في فترة الاستعدادات، كان في تركيز كبير جدا، كان عندهم هدف واحد هو
تحقيق جميع البطولات والاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي جدا، شكل يليق طبعا باسم النادي الاهلي. بتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان زي ما عودناكم دايما انقل لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي في حاله من النشاط، يمكن كمان بعض الاعضاء بيواجهوا الرياضه منذ الصباح الباكر، ويمكن كمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه لمقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي كانت اهم الاخبار. معاكم لو عندكم اي استفسارات العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. استفسارات ولا غيره، مالكيش في ذمتنا غير كل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم مراسله قناه النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه ونشاطاته المختلفه في فروعه المختلفه. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الصحافه العالميه واهم المانشيتات المتعلقه بالرياضه سواء المحليه او الاقليميه او العالميه، وده اللي هنعمله دلوقتي حالا لما نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي بالمناسبه هيكون ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره. مريم صباح الفل عليكي، صباح لنا على الاستاذ ايمن، وخشي بقى وطلي علينا بمانشيتاتك اللي يعني اللافته للأنظار. اتفضل. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك طبعا اكيد، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وعايزه اقول لك يعني مليون حمد لله على سلامتك، نورت الدنيا كلها ونورت برنامج 10 الصبح في الاهلي. النهارده طبعا يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل مقر موقع يلا كوره. هيكون معانا عده عناوين هنتناقش فيها طبعا زي ما انت قلت يا كريم بالظبط مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره. البدايه هتكون معانا من موقع اليوم السابع، موسيماني يضع الرتوش الاخيره على خطة الأهلي لمواجهة الطلائع بالسوبر الليلة. ومن صحيفة الشرق الأوسط، تشيلسي يحسم ديربي العاصمة أمام توتنهام بثلاثية ويزاحم ليفربول على الصدارة. ومن موقع يلا كورة، إيكاردي يقود باريس سان جيرمان لفوز قاتل أمام ليون بالدوري الفرنسي. ومن روسيا اليوم، بوشيتينو يكشف عن حديثه مع ميسي بعد ظهوره غاضبا أثناء خروجه من الملعب. طبعا هنتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا اللي دايما بينورنا ويشرفنا أيمن جلبرتو. صباح الفل عليك يا أيمن، مشرفنا منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا بدايتنا يعني عايزين نتكلم شويه عن الاهلي. يمكن النهارده هتكون اخر استعدادات الفريق طبعا في معسكره المغلق في الاسكندريه مواجهه الطلائع، غدا طبعا في مباراه السوبر اللي الكل بينتظرها الحقيقه. يعني الخبر تضمن ان هناك جانب من المران بيتعلق بركلات الترجيح. يعني انت شايف ايضا هل ممكن احنا نوصل لها سيناريو المباراه، ولا الاهلي ممكن ان هو يحسم المباراه من البدايه؟ طبعا بنرحب بقناه النادي الاهلي في يلا كوره وبنصبح على كريم في الاستوديو. بالتاكيد المباراه اكيد هتبقى صعبه، هي مباراه واحده وان شوت كده هتتاخد على طول. ركلات الجزاء من يعني من الامور اللي ممكن تحسم المباراه. طبعا فاكرين ان نهائي الكاس اللي على اساسه بيتلعب السوبر المره دي حسم اصلا بركلات الترجيح وكان امام طلائع الجيش. المدير الفني لازم يبقى عامل حسابه لكل السيناريوهات اللي في المباراه، وركلات الجزاء سيناريو منهم. والاهلي قدر كمان يعني حتى السوبر وكان كاس العالم للانديه دي مباريات قدر ان هو يحسمها بركلات الترجيح، وبالتالي هي بتبقى عامل مهم ان كل اللعيبه لازم تبقى جاهزه وحارس المرمى لازم يبقى جاهز. المباراه هتبقى صعبه لسه، فهنقول المفروض هنقول ان احنا في بدايه سيزون رغم ان هي المباراه تخص السيزون الماضي، ولكن هي في بداية السيزون الراحه ما كانتش كبيره قوي للاعيب الاهلي، راحات متفاوته. في لعيبه لسه راجعه من اعارات ممكن يكونوا خدوا راحات اكبر، في لعيبه محترفه زي ميكسوني مثلا كان خلص في بلده وراح لعب بعد كده، عفوا خلص مع ناديه بعد كده راح لعب في بلده التوقف الدولي، فالامور يعني فيها تفاوت. ولكن الايام دي اكيد الجهاز الفني قدر ان هو يصحح بعض الاخطاء اللي كان الموسيماني يتكلم عنها في ختام الموسم الماضي. اكيد كل لاعب عايز يبقى بدايته قدام الجماهير في الموسم الجديد تبقى بشكل مختلف. تعويض طبعا ان النادي الاهلي انهى الموسم بخساره لقب الدوري، وبالتالي مباراه السوبر هي يعني هنقول هي افتتاحيه الموسم، فالفوز بيها اكيد بيدي خطوه للامام، بيدي دفعه للامام، كمان بيخلي الجهاز الفني يشتغل واللعيبه تشتغل وهي اكثر هدوءا وطمانينه.
تمام، عايزين بقى يعني ننتقل يمكن لتشيلسي. يعني هو أصبح هو بيعتلي صدارة ترتيب الدوري ده طبعا بعد الفوز على توتنهام بثلاثية، وكمان بعدما هز يعني كريستيانو ورونالدو للشباك مجددا، وفوز مانشستر يونايتد على ويست هام بنتيجة 2-1. يمكن كمان في مواصلة لليستر طبعا، يعني سقوط متكرر ومخيب للأمال أمام برايتون. يعني يمكن شايف الصراع إزاي؟ طبعا دوري الإنجليزي زي العادة كل سنة الأمور تبقى أقوى، الصراع شرس جدا الموسم الحالي. كمان نتكلم تشيلسي ومانشستر وليفربول، الثلاثه ماشيين بشكل جيد جدا على مستوى النتائج، زي ما نقول كده الصداره الثلاثيه لحد دلوقتي ما حدش قدر ينفرد. طبعا سيناريو مباراه مانشستر يونايتد كان مثير جدا، ان مانشستر يونايتد كان بيطالب بركلتين جزاء كريستيانو رونالدو بعد ما هو نفسه سجل طبعا هدف التعادل كان امام ويستام، والحكم ما بيحسبهمش، ولينجارد كان جاب هدف التقدم 2-1، وفي الدقائق اللي خلاص الثواني الاخيره من المباراه الحكم بيرجع للفار، وركله جزاء هي صحيحه طبعا 100%، ولكن كان في اعتراضات ان كريستيانو كان ليه ركلتي جزاء ما اتحسبوش، دي كانت اثاره الجدل. اللاعب البديل او قائد الفريق بينزل مخصوص عشان يسدد ركله الجزاء، دخية هو اصلا مش من الحراس اللي الناس تتكلم ان هو بيتصدى ركلات جزاء، بيتصدى ليها في الثواني الاخيره وبيامن الصداره لمانشستر يونايتد. فطبعا ده لقاء مثير جدا. يمكن على الجانب الاخر تشيلسي بيواصل عروضه القويه، ويعني بطل اوروبا النهارده بنتكلم بيكتسح توتنهام في ملعبه في ديربي لندن، فطبعا دي نتائج كلها مثيرة جدا، مع ان ليفربول بيحافظ على نتائجه وتقدمه بمساعدة طبعا نجمنا محمد صلاح، فاكيد هنشوف صراع استثنائي. يمكن ليستر طبعا احنا اعتدنا على ليستر في السنوات الاخيرة انه على طول موجود في التوب فور، ولكن الامور السنة دي ممكن تبقى صعبة جدا، لان حتى فرق كبيرة بنتكلم فرقة زي ارسنال لحد دلوقتي هي مش قادرة تنافس بقوة مع المجموعة اللي موجودة. لكن في الدوري الانجليزي بنقول دايما ان هو متقلب، يعني ممكن اسبوع واثنين النتائج تتغير، فجاه تلاقي فرق موجوده في الصوره وفرق تانية هي اللي تراجعت. فخلينا ادينا بنستمتع، وان شاء الله يعني اهم حاجه ان نجمنا محمد صلاح يقدم مسيره كويسه ويواصل اهدافه وينافس على لقب الهداف وكمان ينافس على الدوري، وكلنا بنستمتع وفخورين جدا بمحمد صلاح. يعني أكيد طبعا. عايزين بقى ننتقل دلوقتي للدوري الفرنسي طبعا، يعني زي ما كلنا شفنا يمكن باريس سان جيرمان، هنتكلم على عنوانين، نتكلم على ميسي بس خلي موضوع ميسي في الآخر. عايزين نتكلم على طبعا باريس سان جيرمان يمكن رفع رصيده إلى 18 نقطة، برضو أصبح في المركز الأول، يعني ده طبعا بعد الفوز على ليون بنتيجة 2-1. طبعا المباراة مهمة جدا من المباريات القوية في فرنسا، باريس سان جيرمان وليون، ويمكن خلاص احنا دلوقتي الشارع المصري بقى بيتابع باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي بشكل كبير، حتى القهاوي ممكن تبقي وانت معدية تلاقي القهاوي شغالة باريس سان جيرمان عشان خاطر ليونيل ميسي وطبعا نيمار ومبابيه. فالمباراة كانت صعبة، الفوز قاتل، الكل دايما في ضغط كبير جدا على باريس سان جيرمان، والكل يعني بيبقى دايما متوقع ان الفرقه هتنزل تكتسح، وده طبعا في الكوره مش هيبقى موجود على طول حتى لو الفريق بيضم هذا الكم من النجوم، لان برضو قدامك فرق بتكافح وفرق بتحاول، ومن الوارد ان النجوم بتاعتك ما تبقاش في حالتها الطبيعيه في بعض الاوقات، ومن الوارد تبقى في خطا واحد المنافس بتاعك يستغله ويقدر يسجل. فباريس سان جيرمان يعني عليه ضغوط كبيره جدا، فاكيد الاداره لازم تبقى مستوعبه ان لازم المنظومه بالكامل ازاي تقدر ان هي في الدوري تبقى ماشيه بشكل جيد، واساسا الهدف الرئيسي بالنسبه لباريس سان جيرمان هو دوري ابطال اوروبا، لان في وجود ميسي ونيمار ومبابيه ولما راموس يرجع وفينالدوم، يعني في وجود دوناروما كل الكوكبه دي الناس متوقع ان هم هينزلوا يكسبوا كل حاجه. فاكيد هو الصراع برضو من نوع لطيف في الدوري الفرنسي، هنشوفه وهنتابعه مباراه، ولكن الطبيعي ان زي ما قلنا ان باريس سان جيرمان يكسب، ولكن الامور مش دايما هتبقى باكتساح، ولكن اكيد هيبقى في شويه معاناه. يمكن بقى خلينا نتكلم عن اللقطة الأبرز يعني خلال أمس، ويمكن كمان كل السوشيال ميديا اتكلمت عن اللقطة دي، يعني الصراع اللي حصل ما بين ميسي طبعا وبوشيتينو علشان التبديل في الشوط الثاني. يمكن الناس شايفة أنه بدري قوي على أن ميسي يدخل في صراع زي ده، وفي ناس شايفة برضو أنه هو يستحق التبديل لأنه في الشوط الثاني يمكن ما كانش بنفس الأداء اللي قدمه في الشوط الأول.
طبعا اللقطه هي اللقطه الابرز في الاسبوع عامه في اوروبا، مش بس في الدوري الفرنسي. قرار استبدال ميسي دايما لازم يبقى مدروس جدا، ولازم يعني بيبقى زي ما بيقولوا كده في الشديد القوي. لو نرجع سريعا بالذاكره، كان في فتره زيدان كان بيقدر يتعامل جيدا مع فكره ان هو بيخرج كريستيانو رونالدو او بيريحه في بعض المباريات، ولكن كنا دايما عارفين ان ده باتفاقات مسبقه عشان خاطر كريستيانو لازم يريح وياخد قدر معين من الراحة، لأن طبعا السن ده أمر طبيعي جدا. نفس الأمر ميسي، من الواضح أن لسه ما وصلش المرحلة أن يعني يبقى فيه كلام مع أن لا أنت ممكن مش شرط كل الماتشات تاخدها 90 دقيقة. المدرب نفسه وبرر الأمر، قال أن أنا عندي مباريات قوية جاية، سواء في دوري الأبطال أو حتى في الدوري الفرنسي، وبالتالي هو استبداله لميسي كان جزء ان هو بيحافظ عليه من الاصابات، لان كمان ميسي راجع من رحله طويله مع المنتخب الارجنتيني في تصفيات كوبا امريكا، وعامل السن كمان النتيجه ما كانتش مساعده. ولكن طبعا ميسي اكيد لسه هو حابب ان هو يفضل موجود، لان ميسي ما عايز يسجل اول اهداف مع باريس سان جيرمان، عايز يثبت ان تجربته في باريس سان جيرمان هتبقى تجربه مختلفه وتجربه ناجحه، لان برضو كل الناس مركزه ميسي ما بعد برشلونه هيبقى عامل ازاي. فيعني اعتقد هي فعلا صدام مبكر. طبعا هو يرفض، يعني هو ما سلمش على الراجل، وده طبعا موضوع صعب شويه، لكن الاكيد المدير الفني لازم هيمتص الامر، ولازم الاداره طبعا تمتص الامر، لان ده ليونيل ميسي. وبالتالي قد يكون في الايام بقى المقبله ممكن نشوف ان باريس سان جيرمان يبقى ليها مدرب جديد، لو حصل يعني تكرر نفس الامر فيما يخص بقى النتائج ان هي ما تبقاش كبيره، او ان يتكرر نفس الامر مع ميسي او مع نيمار او مع امبابي، فممكن نشوف مدرب تاني يبقى، لان دايما الكلام في فرنسا ان بوكوتينيو مش على نفس يعني مش على نفس المستوى لفريق بحجم باريس سان جيرمان عنده هذا الكم من النجوم. خلينا نتفرج ونستمتع يعني. نورتنا وشرفتنا يا ايمن، بشكرك جدا طبعا على هذا التحليل المتكامل لكل العناوين اللي كانت معانا النهارده. ده طبعا كان حوارنا وكانت كمان جولتنا الصحفيه لهذا اليوم من داخل موقع يلا كوره. بشكرك جدا يا كريم، الكلمه ليك مره اخرى. شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه مريم سميح، والحقيقه دايما لقاءاتك مع الاستاذ ايمن جلبرتو لقاءات شيقه وممتعه وفيها كتير جدا من المعلومات اللطيفه، جزيل الشكر ليكم. طيب يا حضرات، احنا كده نكون شطبنا اخبارنا الرياضيه على الاقل فيما يتعلق بالجزء الاول من حلقه النهارده. هنطلع دلوقتي فاصل، انا كنت مع حضراتكم في هذا الجزء، وان شاء الله بمجرد عودتنا من هذا الفاصل نهاوند هتكون موجوده مع حضراتكم، ويعني لقاء مطول مع ضيوفنا كابتن احمد فوزي حارس النادي الاهلي السابق، وكابتن عبد الناصر محمد لاعب ومدرب طلائع الجيش السابق، فيما يتعلق طبعا بمباراه الغد السوبر المصري، مباراه في منتهى الاهميه. هي مش مباراه، احنا بنتكلم على بطوله مكونه من لقاء واحد، وان شاء الله بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان يسعدوا بان احنا افتتحنا هذا الموسم بانتصار بكره باذن الرحمن. سعيد جدا ان انا كنت معاكم، ان شاء الله تسعدوا بوجود نهاوند وضيوفها بمجرد العوده من هذا الفاصل. اشوفكم على خير ان شاء الله. اتفضل. صباح الخير، صباح الفل، برحب بحضراتكم. واول فقره معانا وهي فقره مطوله هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز جدا فيما يتعلق فنيا لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري. خلينا نرحب بنجم طلائع الجيش السابق، لاعب ومدرب وقائد سابق للمنتخب العسكري، وحصد معاه 4 بطولات كاس عالم، كابتن عبد الناصر محمد. صباح الفل. صباح الخير. اهلا بحضرتك معانا. يعني ملفات عديده، بس هنبدا بالتركيز على المباراه الخاصه بالاهلي وطلائع الجيش. والبعض قد يرى ان هذه المباراه كده من بدايتها مباراه سهله، ولكن العكس صحيح، لان او هنتكلم عن فريق طلائع الجيش تحديدا، هو فريق عنيد. في نفس الوقت هو كان ليه سابقه معانا قبل كده، كان سبب من اسباب طبعا خسارتنا للدوري، بنتكلم عن طبعا التعادل اللي حصل. خليني ابدا مع حضرتك بالنقطه دي. اكيد هي مباراه مش سهله طبعا، هي الناس بتقول ان هي سهله، لكن لعيبه طلائع الجيش اكيد عايزين يثبتوا العكس طبعاً. عايزين يطلعوا كل اللي عندهم. هي دي النقطه اللي هيشتغل عليها طبعا الجهاز الفني بقياده كابتن عبد الحميد بسيوني لطلائع الجيش. لكن في الواقع انا طبعا عاصرتهم الاسبوعين اللي فاتوا، كنت بروح احضر التدريب طبعا، ده نادية وعبد الحميد بسيوني صديق ليا وزميلي، كنت بروح التدريب بتاعهم. بصراحة هم مش جاهزين قوي، المباراة جت فجأة، اتحددت فجأة، يعني قالوا لهم هتلعبوا كمان اسبوعين،
لعيبه ما انضمتش، صفقات لسه ما انضمتش، يعني هم عندنا 12 صفقه في طلاع الجيش، بس فعليا فعليا اللي هينضموا للمباراه انا لسه متكلم معاهم اربع لاعبين فقط. الصباحي من اتحاد اسكندري، ميدو جابر من سيراميكا، الجويني لاعب صفاقسي تونسي مدافع، وكريم الطيب من بيراميدز. دول اللي يعني اكيد هيكونوا موجودين. ما اعرفش بقى مين هيشارك اساسي مين مش هيشارك، الله اعلم طبعا. المشكله في طلع الجيش كمان حته ان حته الخط الهجوم كله مشي، عمرو جمال، عمرو مرعي، نصر منسي، ثمان لعيبه، سته من القامر الاساسي اصلا. يعني طبعا الله يكون في عون عبد الحميد بسيوني بصراحه، لان الموضوع صعب جدا. عايز اقول لحضرتك الدوري خلص، اللعيبه مجهده، ما عملوش فتره اعداد، القوام ان بيخش عليك كذا لاعب وخصوصا لعيبه جداد كتير عشان تجهزيهم بدنيا وفنيا وان هم يخشوا وسط الفرقه، الموضوع ده صعب بالنسبه لطلع الجيش. الموضوع ده مش موجود في النادي الاهلي، لان الاهلي محتفظ بقوامه الرئيسي واللي هيشارك بيه في المباراه. احنا عندنا برضو صفقات جديده، بس النقطه اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي بتاعه اللعيبه او الصفقات الجديده تحديدا لطلع الجيش، ربما البعض بياخدها ان هي ميزه وعيب، يعني او نقطه قوه او ضعف. بمعنى ان انا ممكن اقول انا عندي 12 لعيب جديد حتى لو هيشارك منهم اربعه، بس انا عندي فريق لسه جديد. ده ممكن يكون لصالح طلائع الجيش، ان الاهلي دلوقتي بيلعب فريق هو مش عارف بالظبط اللعيبه بتاعته عامله ازاي. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي قد تؤخذ بقى على طلائع الجيش، ان انت عندك لعيبه جديده لسه زي ما حضرتك قلت الموضوع سريع جدا، لسه ما فيش التلاؤم مع اللعيبه، لسه ما اخدوش على بعض، لسه ما فيش هذه الروح في الملعب. فدي برده قد تكون يعني نقطه سلبيه الى حد ما. دي الاغلب، ان اللعيبه لسه مش متفاهمه مع بعض. دي نمره واحد. نمره اتنين، اللياقه البدنيه. في لعيبه عايزه تجهز كتير، يعني حته ان انا اجهز في اسبوعين دي استحاله. الانسجام كمان صعب. مهم جدا. او الانسجام طبعا، يعني ما قلنا الانسجام دي نمره واحد، واللياقه البدنيه نمره اتنين، خاصه ان الماتش كمان. يعني انا معلش انا مستغرب من اتحاد الكوره ان يعمل مباراه السوبر بوقت اضافي، يعني في مباريات السوبر في العالم كله من غير ما فيش النقطه دي فعلا. فدي طبعا يعني لو الجيش صمد الشوطين الرئيسيين مش هيصمد في الوقت الاضافي. طب انا يعني شيء بالشيء يذكر، هو ليه فعلا ده بس في مصر؟ يعني ليه بنشوف ده؟ احنا بنشوف حاجات بصراحه، احنا بنشوف حاجات كتير غريبه في مصر. اولا اقامه اللقاء في الوقت ده صعب، يعني ما كانش المفروض يتحط. احنا بنعمل كل الماتشات وكل الدوري والكاس والسوبر، بنعمله ليه؟ مش عشان منتخب مصر؟ طيب منتخب مصر دلوقتي في وضع لا يحسد عليه، طب ليه ما نلغيش كل ده ونجمع منتخب مصر من دلوقتي، خصوصا ان في جهاز فني جديد موجود. مستر كيروش يعني عايز يتعرف على اللعيبه، فكره يوصل للعيبه. هيوصل امتى؟ ان احنا نعمل تجمع يوم 28 ونلعب مباراه يوم 30 مباراه وديه، طب هو هيدي فكره للاعيبه المنتخب امتى؟ ايوه. فانا شايف انك لقاء السوبر يتعمل في الوقت ده ما كانش مناسب، كاس مصر لو اتعمل في الوقت ده مش مناسب، كان لازم منتخب مصر يتجمع دلوقتي بدون المحترفين، على الاقل اللعيبه يوصل لها الفكر بتاع الجهاز الفني الجديد. احنا اتكلمنا عن النقطه دي كتير جدا، تحديدا كمان في يعني الموسم بتاع الدوري، ومش عشان والله ليها علاقه بالاهلي، بس كلنا شفنا يعني حتى لما تيجي تحكم من بعيد هتشوف ان الوضع كان غريب جدا، يعني الماتشات، الجدول، الضغوطات، في حاجه برده ما كانتش يعني ماشيه بطريقه مفروض تكون متزنه. فده معك. اثر على الفرق واثر على اللعيبه وبيؤثر بالتالي على الكره المصريه. فيعني ما هو دي حاجه يعني تحترم من حضرتك ان بتتكلمي كده، انت بتشتغلي في قناه النادي الاهلي، والموضوع ده حصل ضغط على كل المنظومه. اكيد كان بسبب برضو ان الدوري اللي اتلعب السنه اللي فاتت ايام الكورونا وبتاع، كان الناس كلها اغلبها بتطالب ان الدوري يتلغي ويتلعب دوري جديد عشان الدنيا تبقى هاديه. لكن اتلعب الدوري وخلاص وتم واتضغطنا كلنا، كان لازم بقى يعني في الوقت ده اليومين دول اتحاد الكوره بقى ياخد باله وما يكررش. كنا متوقعين ده بصراحه. على كل حال خليني اروح مع حضرتك برضو النقطه مهمه، وفكره الروح الرياضيه ما بين برضو الفرق المختلفه، لان دي نقطه كتير جدا يعني بيحاول يركز عليها. يا جماعه القصه كلها دي رياضه في الاول، وكوره في الاول. صح. وفي الاخر وفي علاقات طيبه جدا بين انديه وبعضها. لو هتكلم تحديدا عن الاهلي وطلاع الجيش، ودي نقطه برضو احب اسمعها من حضرتك. الحمد لله طبعا، يعني انا هقول لحضرتك احنا منظومه القوات المسلحه احنا على الحياد من جميع الانديه، طبيعي زي ما احنا يعني القوات المسلحه بتبقى هي اللي بتخدم مصر، فالكوره يعني جزء من المنظومه في مصر.
فالقوات المسلحة بتحاول تخدم صالح الكرة المصرية برضو. ما ينفعش يبقى فيه عداوة بين طلاع الجيش وأي نادي. بين أي نادي هو عامة أنا بنتكلم طبعا عشان طلع الجيش دلوقتي، لكن هو المفروض يعني أنا عايز أقول لحضرتك ياريت العلاقات تتصلح، وخصوصا ما بين القطبين الأهلي والزمالك. دي أتمناها تيجي من 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 رئيس النادي الأهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب، ليه كل التقدير والاحترام. رئيس النادي الزمالك حاليا كابتن حسين لبيب، يعني لازم يبقى فيه، أو المجلس اللي هينتخب في نادي الزمالك، عايزين يبقى القعدة بين الكبار. لان والله دي تفاصيل انا ما اقدرش ان انا ادخل مع حضرتك فيها، لان احنا يعني معلش الحق لازم يقال، لان ده حق يعني احنا من ناحيتنا ما فيش اي حاجه اصلا، ومش عايزه اتطرق كتير لده، لان احنا الصوره واضحه للجميع. أنا فاهم. احنا كنادي اهلي ما عندناش اي مشكله مع حد اطلاقا، ولا نلتفت لاحد اطلاقا. انا فاهم حضرتك، مركزين في نفسنا جدا. انا معاكي، بس انا بتكلم احنا لازم ايوه لا 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 طبعا انا بس عايزه اتكلم ان احنا ايه، احنا في الاخر زي ما حضرتك قلتي دي رياضه. انا بتكلم على الشق الجماهيري اكتر، يعني لان هي دي النقطه. انا لما اجي اتكلم عن مشجعي مصر هي دي اللي انا بتكلم عنها، سواء بقى نادي هنا نادي هنا، هي دي النقطه اللي احنا دايما يعني حريصين عليها ان احنا نوصلها، دايما يبقى في توعيه من خلال اكيد المنابر الاعلاميه. صح، انا مع حضرتك. انا عايز اروح مع حضرتك برضو النقطه بقى، وكابتن عبد الحميد بسيون، لان يعني شخص محترم جدا، ذكي جدا، وقاري جدا دايما الفريق المنافس، وشفنا ده في يعني ماتشات عديده، واللي هتكلم عن يعني الماتش الاخير ما بين اكيد الاهلي وطلائع الجيش. خليني اعرف وجهه نظر حضرتك كابتن عبد الناصر، ازاي هيكون الفكر بكره ان شاء الله من كابتن عبد الحميد؟ هكلمك على عبد الحميد بسيوني، زميلي في الملاعب الاول. ماشي. انا وهو تعاشرنا في المنتخب العسكري طبعا، احنا هو كان هداف التاريخي للمنتخب العسكري وانا رقم 2 بعدي. هو جايب 31 هدف وانا جايب 22 هدف في جميع البطولات العسكريه، وتزاملنا في كل البطولات العسكريه اللي احنا خدناها الحمد لله انا وهو، يعني الحمد لله كنا احنا الاثنين دايما مع بعض. بس يوني اعتقد بكره هيفكر في انه يامن نفسه تماما، لان هو لو فكر غير كده هيبقى الموضوع صعب. انه يفتح خطوطه مع النادي الاهلي بكره هيبقى الموضوع هيبقى فيه خطوره جدا على نادي طلائع الجيش. فاعتقد ان هو هيأمن نفسه تماما، اعتقد هيأمن نص ملعبه كويس قوي. يعني ممكن يلعب بثلاثة، ممكن يلعب 4-4-1-1، ممكن يلعب 4-3-3 اللي هو 4-3-2-1. متهيألي يعني مش هيخرج فكره عن الطريقتين دول. وده هيبقى صح جدا، لان هو عايز يوصل للمباراه لابعد حد. هو عايز طبعا يأمن لغايه يعني بالظبط، هو المفروض يأمن لغايه نهايه المباراه، لكن الوقت الاضافي بقى كمان هيبقى صعب عليه. ما هو عنده يعني الاثنين ضد بعض. ايوه الاثنين ضد بعض هيبقى مشكله بالنسبه له. لكن هو معاه برضو، انا عايز اقول لحضرتك، معاه مخطط احمال كابتن سيد عبد القادر، مخطط احمال من مخططين الاحمال الكويسين جدا في مصر. اعتقد ان هو يعني اشتغل الفتره اللي فاتت على انه يحاول يوصل بالفرقه لاعلى معدل بدني اللي هو يقدر يخليه يصمد لاطول فتره ممكنه في المباراه. اسمح لنا بس كابتن عبد الناصر، هروح لان معانا كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي السابق على التليفون. يا كابتن شريف صباح الخير يا فندم. صباح الخير ست الكل، ازيك؟ اهلا بحضرتك كابتن شريف، صباح الفل. ومباراة مهمة جدا بكرة، وزي ما كنت بتكلم في بداية الحلقة مع كابتن يعني عبد الناصر، هو يعني البعض قد يرى ان المباراة سهلة، لكن في حقيقة الامر المباراة مش سهلة ابدا. وبنتكلم برضو هذا الفريق هو فريق عنيد، انا بتحدث عن طلائع الجيش. خليني اعرف برضو من حضرتك كابتن شريف. والله اهلا كابتن عبد الناصر، منور الدنيا. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ انا نعلي الصوت بس يا جماعه، هستاذنكم عشان مش سامعه كويس، اتفضل يا كابتن. اكيد مباراه مهمه بالنسبه للطرفين، يعني اول بدايه موسم جديد، في فكر لكل اجهزه فنيه موجوده، واللاعبين كمان عايزين يثبتوا، حتى اللاعبين الجداد اللي هم داخلين على النادي الاهلي ان هم قادرين بالبطوله، بطولة كبيرة وحق مشروع لفرقة كابتن بسيوني ان هو يفكر بكل الوجوه ان هو يكون دي اول بطولة، ان هيبقى يوم عيد بالنسبة للطلايع وبالنسبة للنادي الاهلي، مين اللي هيتوج ومين اللي هنشوفه. انما هي مباراة مفتوحة، لو قدر يتعامل الجهاز الفني هنا والجهاز الفني. طيب كابتن شريف معلش، كابتن شريف هي موجوده دي، كابتن شريف لو سمحت استاذن حضرتك بس الصوت يا جماعه مش واضح تماما لينا في الاستوديو،
خلينا نحاول. معلش انا بعتذر جدا لان احنا سامعين صوت بس مش فاهمين الكلام بصراحه. نحاول نرجع لكابتن شريف مره ثانيه. نكمل مع حضرتك كابتن عبد الناصر نقطه يعني كابتن عبد الحميد بسيوني. فكره هنا برضو اكيد كمدير فني هو فاهم كويس قوي برضو طبيعه اللعيبه عنده، هو عارف ان المباراه كل ما بتطول كل ده ما بيكون له تاثير سلبي الى حد كبير بدنيا كمان على اللعيب الطلائع الجيش. هل احنا بنتكلم طيب ما هو البعض قد يرى طب ما تهاجم من الاول وخلص المباراه، هل ممكن يكون الفكر كده؟ لا 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 صعب. اعتقد اللي يهاجم ويخلص المباراه ده هيبقى فكر النادي الاهلي. لان النادي الاهلي قوامه اساسا موجود، اللي هو الفرقه اللي فنش بيها هو اللي هيشتغل بيها اكيد. التدعيمات اللي جابها النادي الاهلي هيبقى ليها دور في المباراه اكيد، وخاصه ممكن حسام حسن. يعني انا شايف ان طلاع الجيش هو اللي عنده مشكله، لان اولا طلاع الجيش ما عندوش خط هجوم. ما دي مشكله، ما عندوش غير كريم الطيب دلوقتي اللي جابه من بيراميدز. خط الهجوم كله بالكامل مش موجود. بسيوني هيحاول يشتغل على الناس اللي تحت المهاجمين اللي هما الاثنين اللي جايين من تحت، لكن ان هو يضغط من قدام في البدايه اعتقد هتبقى مخاطره ومغامره مش هيقوم بيها عبد الحميد بسيوني في مباراه بكره. صعب جدا. وبرده عشان حته الانسجام عايز اقول لحضرتك، انا اتفرجت على تدريبات النادي لطلائع الجيش، بسيوني كان بيعاني فعلا الاسبوعين اللي فاتوا، لان لعيبه داخله لسه مش جاهزه وبتجهز لوحدها مع لعيبه بتلعب تتمرن. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا في بدايه الفقره، حضرتك قلت لما رحت لهم عملت زياره لقيت الفريق مش جاهز. دي نقطه خالص في منتهى الخطوره. على كل حال كابتن شريف عبد المنعم رجع لنا مره ثانيه. كابتن شريف بنرحب بحضرتك مره ثانيه، اتفضل يا فندم. اهلا بيكم. كده الصوت كويس؟ كده هايل، اتفضل. طيب كويس. يا بص يا هوندي، الحاله البدنيه اللي هيقف عليها الفريقين بكره ان شاء الله هي اللي بتحدد شكل المباراه. يعني الجهاز الفني يعني بيتطلع لشكل الاحتفاظ بالكوره كتير، و محاوله التهديف المبكر. لو في فرقه هتلعب ديفنس تلعب على كونتر اتاك، ده حق مشروع بالنسبه للفكر اي مدرب بيبقى موجود في مباراه زي دي. انما انا اعتقد ان دي مباراه بطوله، يمكن كابتن عبد الناصر يوافقني في الكلام ده او وجهه نظر، يعني ان من حق الشكل الفني دايما كل مدير فني ان هو يدافع ان هو ياخد البطوله. يعني حكايه ان هو يدافع في الملعب يلعب على كونتر اتاك والكلام من ده، دي فوارق فنيه وفوارق امكانيات. بالنسبه للي كنت سامع كابتن ناصر بيتكلم عن التدعيمات الجديده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، اعتقد ان برضو الدفع بيهم من اول مباراه مش هيبقى يعني بالشكل الكامل. يعني احنا لازم يبقى عندنا دايما النادي الاهلي يمتاز بالاحتياطي او الدكه او ال 40 دقيقه الثانيه بتاعه المباراه. فمباراه الكؤوس دي خطيره جدا، يعني ما بتبقاش مضمونه ابدا، يعني غير ان اللعيبه نفسها والحاله البدنيه بتاعتهم بتكرر من اول تلت ساعه، من اول 20 دقيقه في الملعب، ازاي انا ابقى صاحب السطوه صاحب الكلمه في الملعب، انا اللي بدير الامور كلها اتجاه مصلحتي. يعني ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، بتكلم على الفرقتين يعني. تمام. فانا بتمنى طبعا ان الحاله البدنيه لفرقه النادي الاهلي بكره يبقى اللعيبه عندهم الدافع الكبير قوي، ومليش دعوه بموضوع الدوري ده خالص، ان هم بكره يحتفظوا ببطوله جديده بالنسبه لهم وبالنسبه لجماهيرهم، وتبقى بدايه جيده بالنسبه للفريق وبالنسبه لنا احنا كلنا الحقيقه. وحق مشروع برضو زي ما بقول لك فرقه طلائع الجيش ان هي تكون موجوده في الملعب وانها تقدر تكسب برضو، يعني تحتفظ ببطوله يعني. فانا بتمنى انها تبقى المباراه جيده، وبتمنى بقى كمان يعني يعني نطعم بقى الملاعب بنهاوند بشويه جماهير كده صغيره في المباريات اللي جايه، يعني 1000 هنا و1000 هنا في المباريات بتاعت الدوري والمباريات بتاعت الكؤوس اللي جايه. عايزين نتعود زي الملاعب اللي احنا بنتفرج عليها الحقيقه، ملاعب من غير جماهير شكلها مش لطيف. تمام. فبالتوفيق بكره باذن الله ان شاء الله ان شاء الله نشوف ماتش حلو. وبتمنى الخروج اليوم سليم باذن الله يعني، وبتمنى النادي الاهلي طبعا له احتفاظ بالبطوله. شكرا ليك جدا كابتن شريف على هذه المداخله، شكرا لحضرتك. كلام كويس، بس في حاجه يعني احسن حاجه قالها الكابتن شريف موضوع الجماهير.
كان فرصة ان ندخل جماهير في المباراة دي، نبدأ بدخول جماهير في المباراة دي كتجربة، خاصة يعني معلش الجيش برضو جماهيره مش كبيرة، ممكن الجيش هيجيب جماهير من القوات المسلحة مع ملتزمة طبعا وكل حاجة، ومع جماهير النادي الأهلي كانت فرصة ان احنا ندخل جماهير في المباراة دي، معرفش ليه ما حصلش. هو يعني طبعا القرار ده مش بتاع حد فينا، يا قرار الدولة طبعا، يعني بيبقى ليها حسابات اكيد، لكن في العموم اكيد كلنا بنتمنى عودة الجماهير، يعني الكورة بيبقى تحديدا ليها طعم تاني تماما لما بيكونوا متواجدين اكيد. وخلي يعني بالك في لعيبة كتير هتتكشف بقى. لا نرجع للنقطة دي بقى. ما اصل في لعيبة ما تعودتش على ضغط الجماهير، هيجي ضغط الجماهير ممكن تلاقي لعيبة مستواها فعلا مختلف. في لعيبة انضمت والجماهير لحد دلوقتي اللحظة دي ما جوش يعني. بس على فكرة الجماهير بيبقى ليها دايما يعني دعم، مش بتأثر بشكل أكيد سلبي مع حضرتك يعني. بس كل لاعب وشخصيته، في لعيب بيتأثر بالجماهير ما يعرفش يلعب، ما يقدرش يلعب أوكي. تحت ضغط الجماهير. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. سحب حضراتكم مرة تانية وفقرتنا التحليلية والأهلي وطلائع الجيش، معنا كابتن عبد الناصر ولسه الحديث مستمر أكيد. وقبل ما نسيب هذا الملف ونروح بقى للمنتخب لأن عندنا كلام كتير جدا فيه، خليني برضو يعني أركز شوية. إحنا بنتكلم الأهلي وطلائع الجيش 31 تقريبا لقاء، يعني الكفة أكيد الراجحة للأهلي وبشكل يعني ملموس وكبير. النهاردة يعني عفوا غدا مباراة مهمة، ولكن برضو البشاير اللي بتتكلم كده وزي ما حضرتك وضحت ودي كانت نقطة في غاية الأهمية، إن طلائع الجيش غير جاهز، فدي ربما بتدي برضو فايبس كده أو يعني مؤشرات إن قد يكون هناك مثلا هاي سكور غدا، ولا برضو ده ملوش علاقة والموضوع مش محسوم والكلام اللي احنا قلناه؟ لا طبعا الموضوع مش محسوم وملوش علاقة أكيد. مهما كان الأهلي مش هيلعب نفسه، هيلعب فرقة أكيد هتبقى منظمة متمرنة الفترة اللي فاتت على طريقة معينة أكيد، ولكن لها ظروف استثنائية خلينا نقول هذه المباراة يعني. أكيد ظروفها استثنائية، لو الأهلي سجل بدري هتبقى مشكلة للنادي. وأعتقد الأهلي هيركز على ده، والأهلي هيحاول يعمل كده، لأن زي ما اتفقنا أهلي قوامه ثابت، قوامه موجود، التدعيمات اللي موجودة أكيد مش هيحتاج لها غير في أوقات معينة من المباراة يعني. ممكن حسام حسن، ممكن كريم فؤاد، ممكن العائدين من الإعارة زي أحمد عبد القادر، يعني لو في المعسكر داخل مع النادي الأهلي ممكن يكون يشتغلوا الناس دي في أوقات معينة من المباراة. بالنسبة لطلائع الجيش، طلائع الجيش لا ممكن يعتمد على ناس من اللي جابها في من بداية المباراة، يعني ممكن أعتقد الجويني اللاعب الصفاقسي ممكن يبدأ المباراة، الله أعلم طبعا كمدافع، لأن برضو خط الدفاع في النادي طلائع الجيش عايز تدعيم كويس، والراجل ده لعيب خبرة وجاي من الدوري التونسي فممكن يشتغل كويس. ميدو جابر ممكن يكون ورقة، بس أعتقد هو مش جاهز بدنيا، ميدو ممكن يبقى على الدكة ويتم الاستعانة به في وقت من أوقات المباراة. لكن حضرتك انك تقولي ان يبقى هيفي سكور، اعتقد ان هتبقى صعبة شوية، لان اللعيبة نفسها لعيبة اي لعيب بيقابل النادي الاهلي او نادي الزمالك بيبقى عايز يطلع كل الطاقة اللي عنده. اللعب دايما مع اكبر الفرق بتبقى بالزبط. فيها نوع تاني او روح تانية، بيبقى روح عالية جدا من اللعب، بيطلع يعني اذا كان بيطلع 100% بيطلع 200% من اللي عنده، عشان اولا يظهر طبعا قدام الجماهير المصرية بشكل كويس، ثانيا فيش لاعب بيقبل انه يتهزم بنتيجه ثقيله، فهيبقى طبعا أكيد ده متوقع. يعني ده العامل اللي هيعتمد عليه كابتن عبد الحميد مسيوني والجهاز الفني للنادي طلائع الجيش. كويس جدا، هنرجع لحضرتك ثاني عشان نتكلم بقى عن الاهلي بشكل برضو اكتر تفصيلا، بس خلينا نروح دلوقتي واستعدادات وكواليس الاهلي وزميلنا شريف شعبان. شريف صباح الخير عليك، وانت كنت امبارح متواجد يعني طول اليوم مع البعثه، خلينا نعرف منك الكواليس اللي دارت ونطمن منك برضو على النهارده، اتفضل يا شريف. صباح الخير زميلتنا هواندي، طبعا صباح الخير للمدير الفني الكبير كابتن عبد الناصر ولكل جماهير ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زميلتنا هواندي امبارح كنت متواجد من الصباح الى المساء مع فريق النادي الاهلي في المعسكر الخاص به في احد الفنادق طبعا في برج العرب، استعدادا لمباراه السوبر اللي هتكون بكره باذن الله من فريق طلائع الجيش. يا رب باذن الله بكره التوفيق يكون من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. يوم النادي الاهلي بيبدا في الساعه 10 صباحا بوجبه الفطار، الغدا بيكون الساعه 2. كان في المحاضرة
الفنيه الخاصه مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين يتكلم فيها ويشاهدوا بعض اللقطات لفريق طلائع الجيش، يتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق طلائع الجيش وحذر من خطوره فريق طلائع الجيش، حذر من صفقات جديده لفريق طلائع الجيش، صفقات كلها على اعلى مستوى، اسامي كلها في الدوري المصري على اعلى مستوى، حذر من فريق طلائع الجيش وطلب اللاعبين بمحاوله احراز هدف مبكر في اللقاء الصعب جدا اللي هيكون بكره في استاد الجيش ببرج العرب. من بعد هذه المحاضره كان في المران اللي بدا في الرابعه والنصف عصرا، يعني كان مران على طول الملعب، كان المران الرئيسي للنادي الاهلي، التشكيل اللي ممكن يلعب به لقاء بكره بعض اللاعبين او بعض الصفقات الجديده اللي كانت موجوده في التشكيله اللي كان بيجرب بيها، مين ممكن يبدا بكره بقى هنشوف فكر مستر بيتسو موسيماني من المدارس اللي بيحب يعلن التشكيل يوم المباراه مش قبل المباراه بيوم، ولكن امبارح كان الظهور مميز لكل الصفقات الجديده مع العناصر الاساسيه للنادي الاهلي، فحيره شديده لمستر بيتسو موسيماني يبدا بمين، مين الانسجام وصل لمرحله كبيره جدا ما بين الصفقات الجديده واللاعبين المستمرين في النادي الاهلي، الاجواء كلها فيها تركيز شديد جدا لمحاوله احراز طبعا بطوله جديده اضافه طبعا الى دولاب بطولات النادي الاهلي، الكل بيحاول يشتغل ان يضيف بطوله بكره باذن الله للنادي الاهلي. طبعا موجود مع النادي الاهلي من اول يوم في المعسكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، موجود في التمرين، موجود في فندق الاقامه مع اللاعبين، بيحاول يقرب من اللاعبين اكتر، بيحاول يخلي اللاعبين تركز اكتر واكتر، فباذن الله بس يكون التوفيق بكره معانا باذن الله ونفوز طبعا على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. طيب وجود كابتن محمود الخطيب برضو يا شريف مهم جدا وبيبقى ليه تأثير مختلف وبيبقى فيه حوارات وبيبقى فيه كواليس، لو تطلعنا برضو على هذه النقاط لأن أكيد مهم جدا الجمهور برضو يبقى عارف. الكابتن محمود الخطيب ممكن يتكلم مع لاعب أو اثنين لعيبة، هو طبعا بيبقى حريص يسلم على لاعب بشكل يعني شخصي، ممكن يتكلم مع لاعب شفته امبارح مثلا بيتكلم مع حسام حسن الوافد الجديد، ميكيسوني برضه بيتكلم معاه، يعني بيحاول كل يعني شويه تلاقيه بيتكلم مع لاعب مثلا بعد وجبه الغداء، قبل بدايه المران، بعد بدايه المران، لان امبارح كمان مستر بيتسو موسيماني خصص جزء من المران للضربات الترجيحيه، لو المباراه استمرت الى الضربات الترجيحيه فخصص وقت للضربات الترجيحيه بعد نهايه المران مثلا، كان الكابتن بيتكلم مع احمد عبد القادر، فبيبقى حريص كل فتره او كل شويه في المعسكر يتكلم مع احد اللاعبين، طاهر محمد طاهر برضه امبارح اتكلم معاه الكابتن كان مطمئن على صحته لان كان خرج من التمرين اول امبارح اشتكى من اصابه، امبارح بيشارك في التمرين بصفه منتظمه جدا واعلن جاهزيته للقاء، فالكابتن امبارح كان حريص برضه ان يسال طاهر عن حالته جاهز ولا لا، فالكابتن قريب جدا مع اللاعبين وبيحاول طبعا يشد من اظهرهم ويشجعهم ان يحرزوا بطوله تكون طبعا بطوله تضاف الى بطولات النادي الاهلي. رائع جدا، خليني اروح معاك لاخر نقطه برضو لان اكيد لازم نطمن جمهور الاهلي، فكره هنا الانسجام ما بين اللعيبه يعني اللي هم متواجدين حاليا والصفقات الجديده، خليني اقول بقى او مش هنقول بقى صفقات جديده هنقول لاعبي الاهلي الجدد، يعني خليني اعرف برضو الانسجام ازاي، الصوره ازاي دلوقتي علشان نبقى مطمنين الى حد كبير، لان فكره الانسجام اعتقد في غايه الاهميه برضو. طبعا الانسجام وصل لمراحل كبيره جدا للاعب النادي الاهلي ميكيسوني امبارح انا بتفرج عليه، لا وصل لمرحله انسجام كبيره جدا، حسام حسن بدا يوصل لمرحله انسجام، احمد عبد القادر، عمار، لا في لعيبه كريم فؤاد، في لعيبه بدات تتسجل بشكل كبير مع النادي الاهلي، وطبعا لسه في البعض ما وصلش للانسجام بدرجه كبيره بدرجه 100%، ولكن لا ميكيسوني امبارح، لا امبارح بتفرج عليه او موجود في امبارح في المران، لا تحس ان هو موجود مع الفريق من اول الموسم مش من الموسم السابق كمان مش من دلوقتي يعني، فلا في بعض اللاعبين وصلوا لانسجام كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، بطمنك لا الدنيا وصلت لمراحل كبيره جدا، ولكن هنا القرار بقى مستر بيتسو موسيماني ممكن يغامر بكره ويبدا بصفقه او اثنين من الجداد، ولا نلاقي التشكيل او القوام الرئيسي هو الثابت عليه الفترات الاخيره، ده بكره كل السؤال ده بكره هنعرف كيف طبعا عندما يعلم او يعلم يعني مستر بيتسو موسيماني التشكيل، ولكن من ناحيه الاصابات الكل جاهز لمباراه الغد الحمد لله ما شاء الله الكل جاهز لمباراه الغد، فالكل متاح لمباراه الغد، وبقول لك برضه سمعت نهاوند حاجه مهمه جدا ان الاهلي كان بعد استفسار او خطاب رسمي الى اتحاد الكره يستفسر عن موقف اللاعبين الجدد من المشاركه ومن الانذارات، اتحاد الكره رد امبارح وقالوا الكل متاح
للمشاركة معاك، فما فيش عقبة خالص أمام النادي الأهلي، ويبقى القروض كلها أمام مستر فيتسو موسيماني يختار 11 لاعب عندنا ثقة كبيرة فيهم بإذن الله، وبكرة بإذن الله يكون اليوم من نصيب النادي الأهلي ونزيد بطولة إلى دولاب بطولات النادي الأهلي. رائع جدا، وطمنتنا برضو بشكل كبير قوي زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، شكرا ليك جدا. على كل حال تغطيتنا أكيد مستمرة لغاية غدا والمباراة المرتقبة إن شاء الله بين الأهلي وطلائع الجيش. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، والحديث مستمر مع كابتن عبد الناصر محمد، وبنعتذر على هذا العطل الفني يعني ما لناش يد فيه، بس رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. كابتن عبد الناصر فاضل 3 دقائق تقريبا، عايزه بقى استغلهم بحضرتك، احنا يمكن غطينا بشكل شامل يعني مباراه غدا ان شاء الله الاهلي وطلائع الجيش، وعايزين في الاول وفي الاخر نشوف ان شاء الله كوره حلوه، وزي ما بنتكلم مباريات الكؤوس ما بتبقاش مبنيه على تاريخ يعني لقاء اي فرق ببعض، فان شاء الله بكره يكون في لعبه حلوه، لكن اكيد انا هقول اتمنى الفوز يكون اهلاوي، وانا اتمنى الفوز طلائعاوي يعني ما فيها شك دي. خلينا بقى ننتقل للمنتخب وما يحدث الان من تغيير للجهاز بشكل كامل، والتفاؤل اللي اصبح موجود دلوقتي في الشارع المصري بشكل كبير جدا. خلينا برضو نعرف يعني وفكره برضو ليبيا يعني وتصدرها، فخلينا نروح مع حضرتك نتطرق لده سريعا. يعني انا اولا مبدئيا انا معترض على الطريقه اللي تمت اقاله الكابتن حسام بدري بيها بصراحه. يعني كابتن حسام بدري انا من الناس اللي بعتز بيها جدا، مدرب محترم جدا، الناس جت عليه قوي قوي وخصوصا الميديا. ضد قرار يعني الاقاله ولا ضد قرار الهجوم؟ لان الاثنين مع بعض. الاثنين، لان ده في الاول وفي الاخر ده مدير فني منتخب مصر يعني بيمثلنا كلنا. كان الهجوم عليه كتير، الاقاله كانت، ما انا شايف نتائجه، معلش لو هنتكلم عن نتائج نتائج كويسه. انا مش عايزه قوي اتطرق ده عشان الوقت، ماشي على العموم يعني ده يعني، لكن هنتكلم على الوضع الحالي. انا زي ما قلت لحضرتك المفروض كان منتخب مصر يتجمع من دلوقتي عشان الفكر الجديد للمدير الفني الجديد اللي موجود والجهاز اللي معاه يتنقل للعيبه في وقت، الوقت ضيق قوي. هنلاعب منتخب عنيد، منتخب قوي، منتخب عنده الروح العاليه جدا، منتخب متجمع بقاله فتره طويله في معسكر مغلق من قبل المباريات اللي لعبها اللي فاتت، عشان كده المنتخب الليبي ماشي بخطى ثابته متصدر المجموعه، فاحنا كان لازم نعمل كده ده في الوقت ده. دي وجهه نظري. لازم كان يتاخد قرار مع مصطفى محمد من اتحاد الكوره فوري عشان نبقى عارفين اذا كان الجهاز الجديد يعرف اذا كان هيضم مصطفى محمد ولا مش هيضم مصطفى محمد، لان ده برده من العناصر الاساسيه. يعني انا شايف ان المنتخب المصري في حاله تفاؤل الفتره اللي جايه، نتمنى احنا كلنا خلاص تم اختيار الجهاز ده كلنا في ظهره، زي ما اي اختيار لاي جهاز فني لازم نقف في ظهره بالنسبه لمنتخب مصر طبعا. طيب انا ممكن اروح سريعا جدا لرابطه الانديه وتشكيلها، سريعا جدا اخد تعقيب على يعني من حضرتك على انا سمعت عن تشكيلها، وسمعت ان محمد فضل النهارده سمعت ان هو اعتذر لانه كان مترشح من البنك الاهلي، بس هو كان موعود ان هو هيبقى رئيس الرابطه. يعني في اسباب ادت ان هو يعتذر، هو اعتذر لما لقى نفسه مش رئيس الرابطه ولا نائب الرئيس، لان رئيس الرابطه استاذ احمد دياب يعني احنا ناخد التصريح ده منه بقى لان هو ده اللي سمعته النهارده. بتكلم انت سمعت كده يعني سمعت النهارده ان النائب الرئيس هيبقى عماد متعب، فمحمد فضل اثر ان هو ينسحب من الرابطه ده. اتمنى رابطه الانديه تشتغل لصالح الكره المصريه، مش لصالح انديه معينه، لصالح الكره المصريه كلها، لان احنا محتاجين ده في الفتره. احنا دايما بنتكلم على الحته دي ودايما نقول في رابطه انديه هتتعمل وما بتتعملش، بما انها اتعملت اهي اتمنى بقى انها تشتغل صح، يبقى هدفها الاولاني رجوع الجماهير للمدرجات. اوكي تمام، نقطه كويسه، بشكر حضرتك جدا كابتن عبد الناصر. انا اللي سعيد، وكانت فقره جميله جدا. الله يخليك، ان شاء الله نعود مع حضراتكم نلتقي بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي معنا هواندو كريم. باي باي.